مهم السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان. مهم جيت ثاني غادي نسول الاخ احمد على سؤال جديد. هاد المره اخويا احمد، السؤال اللي بغيت نسولك هو كيفاش تقدر ما تديهاش في انتقادات ديال الناس والهضره ديال الناس بصفه عامه. يا مرحبا، السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. ما عليناش، غادي نتناولوا هاد الموضوع ديال الانتقاد ان شاء الله. كيفاش ما تديهاش في انتقادات ديال الناس؟ ياك ما عليناش أسيتي، كيفاش ما نتاش في الانتقادات ديال الناس؟ دابا مثلا انت ملي كتكون عارف راسك اش باغي دير، وخاص بنادم تكون عنده واحد الفكره ديال اي حاجه كيديرها، اي حاجه كيما كتكون كيديرها راه غادي يجي شي واحد غيبيعها راسو. هادي واحد الطبيعه بشريه، كاين واحد النوع يعني عنده واحد النقص، وداك النقص تيبي يخرجو فيك، تيجي تيبي يخرجو فيك باش يحس براسو هو راه مزيان، باش يحس بالبليزير ديك الساعة، باش يحس براسو راه كاين. هادشي جي تيعطيك واحد الانتقاد اللي ما تيكونش بناء، انتقاد شخصي شخصاني، فهمتيني؟ تيجي تيقول لك لا انت راه لا انت ما غادير والو، انت راه ما غاديش توصل، ولا مثلا لا انت عيان، انت مثلا في حال الطومين ديالي انا الكره انت زرق، يجي انت زرق. فانت ملي كتكون مامن براسك، فهمتي، وعارف راسك اش دير، وعندك واحد الثقه في راسك، ما كتديهاش في ديك الطرات والفقاعات ديال بنادم، حيت الهضره كتبقى هي هضره. الهضره لا تسمن من جوع، قلت لك لا تسمن من جوع، فهمتيني؟ يعني كيجي تيقول لك الهضره كتبقى هي هضره، راه يقدر يجي يقول لك، يقدر يقول لك اي حاجه، يعني انت اللي تقدر تدمرك، ولكن انت الا كنت مامن براسك وعارف راسك اش دير ما غاديش يهمك ديك الهضره. وانا ما كرهتش بنادم يكون غني سواء على الهضره، سواء كانت الهضره مثلا ايجابيه ولا سلبيه. انا ما كرهتش بنادم يوصل لذاك النيفو، تجي اي هضره تجي عاديه ويامن بالهضره اللي تيقولها على راسو، فهمتي؟ حط راسو ديال راسو، فهمتيني؟ امن بالهضره اللي كتقولها على راسك، لي بوان حطهم على راسك، فهمتيني؟ ما تسناش يجي شي واحد ويقول لك مثلا انت لا، ما تسناش. اهم هضره اللي خاصها تهمك هي على راسك انت، هادي هي الهضره اللي خاصها تهمك. اما يجي واحد يعني اقرضان، فهمتي، يجي بدا شي ناهيك على الانتقاد ناهيك على الانتقاد البناء. الا كان مثلا انتقاد بناء اللي غادي تستافد منه انت، اي كتسمعو هذا يعني باغي لك مصلحتك، باغيك تزيد تطور تديفلوب. اما الا جا شي واحد يعني بيدوي باش يدوي، ما شدهاش في فقاعي هذاك، مسكين كيحس بواحد النقص بغا يخرجو فيك، وهذا ما كان. ولكن السؤال اللي مطروح هو مثلا كيفاش انا كتاثر في هضره الناس، مثلا كيفاش اشنو ندير باش ما تبقاش مثلا تاثر في كاع هضره الناس؟ هو شكون اهم هضره كتسمعها هي الهضره اللي كتقولها على راسك، هذه هي الهضره اللي خاصها تهم. اما الناس كتبقى هي الناس، انا راه يجي مثلا كاع يقول لك اللي بغى يقول، تيبقى بنادم يقدر تو الساعه، يقدر هو كاع يموت ومن بعد، فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ يعني اهم هضره هي اهم هضره اللي خاصك تسمعها ابار الوالدين وكذا، هي على راسك انت، فهمتيني؟ هي على راسك، فهمتيني؟ بغيت كيفاش دابا انا كندوي مثلا، جيتي مثلا انت قلتي هاد الهضره هاد اللعيبه ديال دابا، حنا مريحين في قهوه وما تديناش في عباد الله، يعني اي دونت كير وات يو ثينك، اوكي رايت ناو. المهم هذا خارج الموضوع من اطار الضحك ان شاء الله. داكشي اللي كاين. المهم حنا كي قلت لك دابا حنا جالسين دابا في قهوه ولعيبات، ما كيهمش اللي كيشوف فينا ولا ما كيشوفش، حنا كنتكونسونطراو على ريوزنا، فهمتي، كنستمتعوا بالهضره مع بعضياتنا كذا، ما كيهمناش بنادم. اهم حاجه مع عمر يهمك بنادم، هذا هو البلان. شكرا اخويا احمد على الجواب ديالك. والسؤال التالي ان شاء الله غادي يكون هو، المهم اخويا احمد، السؤال الثاني هو
كيفاش مثلا ترد على الناس اللي تيقول لك شي هضره كيسمع عليك ولا يقول عليك باس باش يبينك قدام الناس مثلا يبينك ضعيف يبينك ضعيف مثلا قدام الناس ولا ينقص منك قدام الناس باش ممكن كيفاش ترد عليه واش ترد عليه بعصبيه ولا تنطشنق عليه ولا تهضر معاه مهدن باش فهمت دابا كاينين هنا حالات فهمتيني كاينين حالات في هذا البلان هذا احنا نعطيو هذه الحالات بحال مثلا ملي كتكون مع واحد الجروب ديال الدراري يعني بيناتكم كتكونوا بيناتكم يعني على حساب دوك الصحاب واش انت مولف معهم واحد الروتين ديال الهضره وديال الضحك الا كنتو نتوما مثلا مولفين واحد شي تيشد في شي يعني في هذه الحاله ماشي مشكل ولكن ملي كتكون مريح مثلا اول مره في واحد الجروب ومعاك مثلا شي صاحبك اللي ما في طريق معاك شي صاحبك وفي واحد الجروب اللي جديد شي جروب دراري بناس دراري بويدهم كيما بيكون داك الشيء المهم اسي يجيو ومريحين مشينا مريحين مع بعضياتكم كدا هو تيجي تيقول شي حوايج انت اللي ما عجباتكش فهمتين يعني فيهم قلة ديال الاحترام ماشي عاديين تيبغي يقلل منك وقبل ما نكمل ليك خاصك تعرف داك الشخص اللي تيبغي يقلل منك واش يتعمد انه يقلل منك راه الصاد تيكون تيحس بواحد النقص وتيكون تيغير من داك صاحب علاش هادشي بيقلل منه فهمتي تينو انه يقلل منه قدام الناس الاخرين دونك راه كيحس بواحد النقص مثلا السؤال هو كيفاش ترد عليه واش مثلا كيفاش انا نرد عليه باش نبان انا مزيان هكا كاين بعض المرات خاصك ترد وبعض المرات ما خاصكش ترد فهمتيني حيت بعض المرات مزيان ترد كان غادي ترد من تيقل الاحترام فهمتي بحال قال لك شي قول لها اخويا ولي اسمع راسك اصاحبي هاد قلة الاحترام جمع راسك حنا قلت معنا جمع راسك راه ما عجبنيش هاد التصرف اللي درتي معاه اما هو منين مثلا تيبدي تيلوح شي هضره فهمتي غير مباشر تيلوح شي هضره سواء كانت مباشره او غير مباشره وديك الهضره اللي كتبين انه كيحس بواحد النقص تقدر ما تجاوبوش تقدر تنخلو فهمتيني اش بغيت نقول لك حيت تيبان بيض قوة اصلا قدام الناس الاخرى ماشي تيبان ضعيف زعما تقدر ما تجاوبوش باش حيت تيبان ضعيف ملي تيقلل الاحترام لواحد الدرجة تما فين كتدوي معاه فين كتواجهو اما هو بغيت يقول واحد الهضرة اللي هي باش يحس هو براسو مزيان وكدا فهمتيني تقدر ما تجاوبوش تقدر تدخل تقدر تخليه تيدير هاو 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 بوي في هاد الحالات ماشي تيبان بحال شي بيض يعني وما تيحترموش الناس الاخرين يعني واخا هو يكون انت تكون عارف مثلا ديك الهضره راه عليك اي خليه يدوى صاحبي انت كبير عليه فهمتيني خليه يدوى فهمتي خليه موراك خليه تينبح بحال شي وكلوبان فهمتي هذا هو البلان المهم اخويا احمد شكرا على الاجابه ديالك وان شاء الله غيكون هذا هو الاخر ديال الفيديو ياك وفي فيديو اخر اسمها بشي مقوله نتمنى اخويا احمد شي مقوله ديالك الانسان تيبقى انسان و تيبقى خطاء وخير الخطائين التوابون اخويا المهم الخوت هذا هو الاخر ديال الفيديو شكرا كنتم مع احمد ويوسف